السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه CR.AI، موقع أول ما بتفتح بيوريك صور كتير اتعملت من خلاله، وهتلاقي هنا هو بيقسمهم لك، مثلا دي حاجات كرتون، في حاجات أركتكتشر، في حاجات ميكانيكال، في حاجات رياليستيك فانتسي أرت. فتقدر إن أنت تشوف شغل ناس تانية، وتقدر إن أنت أول ما تقف على أي صورة فيهم بيبدأ يجيب لك ايه البرومت اللي اتكتب عشان يوصل للنتيجة دي. فده حاجة كويسة الواحد يتعلم من خلالها. طيب خلينا نقول له جنريت، هو مش معتمد على موديل واحد او محرك بحث واحد، لا ده في كتير جدا. فتقدر انت تيجي هنا اهوت وتبدأ تقول له انا عايز الصورة ديت، على ما هيعمل بقى هو الصورة هتيجي بقى تشوف البارامترز اللي موجودة. ممكن تقول له unlimited بس دي بفلوس. المود في سي ارت 2، في سي ارت، في اس دي كي ال، يعني هيخلي النتيجة مختلفة. معتمد هو على موقع تاني اوبن سورس. في هنا الموديل بتاعي، شوف الصورة اللي احنا عملناها، تعالى اقف هنا دي بالشكل دوت. ممكن تقول له اب سكيل يعني كبر لي الصورة. ممكن تقول له بقى انا عايز كرييتيف ابديت، هيبدا ان هو يعدل لك عليها. تمام، عندنا لورا ديت بتضيف لك زي لاير او بتضيف لك خاصيه جديده. تمام، يعني الصوره بتاعتك بتختلف. كانت مثلا قلت له ايه، لا انا عايزها مثلا تبقى على هيئه منظور، انا عايزها مثلا على هيئه كذا، فتقدر تعمل حاجه خاصه. صورة مثلا تقول له انا عايزها تديها بالشكل دوت، عايزك تطلعها لي بالشكل دوت، فبيطور لك في الصورة بشكل جميل جدا. تمام، يعني ممكن تقول له مثلا انا عايزها بالشكل ده، فهو نفس الموديل الاساسي لكن هيضيف عليها اللاير او الخاصية ديت. يعني كان مثلا المبنى ده بقول له ايه، لا ده انا عايزه 2D، ده انا عايزه مثلا ايزومتريك، عايزه عين الطائر، عايز كم صورة تطلع لك، عايز هاي كواليتي ولا ستاندرد ولا الترا هاي كواليتي، ايمج سايز. ممكن تحطها في الفيفوريت، ممكن تشير اللينك ده مع الناس، ممكن ان انت تلغيه. تمام، عم بوظ الصورة. طيب خلينا يعني اللورا اللي هي محطوطة دي عملت اعدادات مختلفة تماما. في ميزة كمان اللي هي حكاية image to image، يعني انت ترفع صورة من عندك وتقول له عدل على الصورة ديت، فدي ميزة كويسة جدا. يعني ممكن تاخد صورة شخصية ليك وتقول له ارفع لي الصورة دي وعدل فيها، او خد الصورة دي وانا عايز اعدل عليها. تمام، يعني ممكن تقول له الصورة ديت انا عايز اعدل في الصورة ديت، او عايز مثلا الغي جزء معين، والجزء ده انت ابدأ حط لي عليه بداله حاجة تانية. تمام، فايه بقى اللي انت عايزه المكان ديت؟ مثلا في خاصية اسمها كنترول نت، يعني انت بتعمل الصورة بتروح مديله شكل معين او حركة معينة، هو بياخد الخطوط العامة منها ويبدأ ان هو يبني من ده، يعني شبكة تحكم. بتقول له مثلا عايزك تعمل واحد بيلعب حركة قنفذ بالشكل الفلاني، هو حاول يحط كأن في شجرة ورا المكان. دلوقتي ممكن نرفع صورة ونقول له اعمل لنا اكسبنشن، اعمل لنا توسع من التولز اكسبنشن. خلينا نختار الصورة اللي احنا عايزين نرفعها. وليكن مثلا الصورة ديت، واقول له اوبن، وتبدأ بقى تشوف انت عايز توسعها من انهي اتجاه. مثلا بالشكل دوت، وتبدأ تقول له انا عايز مثلا اللي يجي هنا، ممكن تقول له بقى ايه الحاجة اللي انت عايزها. وليكن مثلا عرب هاوس، وتقول له انتر، فعملنا الصورة بالشكل دوت. تخيل شكل
اللي ممكن يكون حوالين الشخصية اللي احنا كنا عاملينها قبل كده. تمام، هو طبعا ممكن تقول له اعمل لي 4 صور وتبدأ انت تختار افضل بديل لو انت حابب. انا شايف ان دي افضل. طيب ممكن نقول له مثلا اب سكيل، تدي له صورة وهو يبدأ يكبرها لك من غير ما يضيع الجودة بتاعتها. طيب تعالى بقى نجرب ديسكرايب، نرفع له صورة ونخليه هو يوصفها لنا. تعالى نرفع له مثلا دوت، فادانا وصفين والوصفين صح، كارتون كات ويرنج اتوب هات اند تاي ويز، كل الوصف الاثنين صح، ما فيهمش اي مشكله خالص. فعمل لنا وصف للصوره اللي احنا رفعناها بشكل جميل جدا. طيب نروح بعد كده للبرومت استوديو، دي خاصيه جميله جدا ان انت تدي له انبوت، وممكن ان انت تبدا تختار من مثلا تقول له انا عايز الستايل الفلاني فيبدا ان هو يضيفه لك. تمام، تبدا اي حاجه انت عايزها يبدا يضيفها لك. هنا عايز الكواليتي مثلا بيست كواليتي يبدا ان هو يضيفها لك، عايز البينتنج، عايز الافكت. فدي خاصيه جميله جدا انها تبقى في الموقع. كنا الاول بنروح لمواقع متخصصه وبعد كده ناخد الكلام وننسخه ونحطه في الموقع اللي اشتغلنا عليه. سي ارت حطيت لك الاستوديو، حطيت لك الديسكرايب، حطيت لك الاكسبنشن، حطيت لك حاجات كتير جدا، ليه مش تو ايمج كنترول نت، في شويه مزايا حلوه في الموقع ان شاء الله يعجبك.